العودة للمتابعة نحن وياكم الحلو بلبنان لليوم السبت 11 أيار 2013. ب23 أذار احتفلت اس بي ان ال جمعية حماية الطبيعة ومع بلدتي طبعا كفر زبد وعنجر احتفلوا بمعجزة الهجرة وأيضا طبعا باليوم العالمي للمياه وبإطلاق عدة مشاريع ومنها تمكين المرأة طبعا وزيادة دورة بقصة الحمى وحماية الطبيعة والمساواة بين الرجل والمرأة بهالموضوع. اليوم ضيفتنا داليا الجوهري رح تحكي لنا عن الموضوع. داليا مسؤولة عن مشروع أو عن برنامج الحمى بأس بي أن أل اللي هي جمعية حماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيكي وبصبحك بالخير. داليا طبعا تعرفي كتير منيح انه نحن دايما عم نلقي الضوء بفقرة الحلو بلبنان عن مشاريعكم وعن كل شيء عم تقوموا فيه وفي عدة مشاريع وعدة برامج طبعا قمتوا بانجازها مؤخرا صار مثل ما حكينا واحتفلتوا مع بلدة. ليش التركيز على بلدة عنجر بالتحديد؟ هي عنجر بلدة مميزة من عدة نواحي، يعني غير الناحية التراثية والأثرية لهالمنطقة كونها فيها قلعة عنجر الأثرية، المنطقة كمان غنية بالتنوع الحيوي والبيولوجي، وهذا الشيء اللي العالم ما بتعرفه يمكن كتير، وكمان مميز بطير مهدد بالانقراض عالميا وهو طير النعار. اللي هو متواجد بهالمنطقة وهو كمان يعني بريدنج بهذه المنطقة، فمشان هيك نحن كجمعية ومن خلال شغلنا بهالمنطقة تم تصنيف هالمنطقة كمنطقة مهمة للطيور بناء على معايير عالمية بالتعاون مع المجلس العالمي للطيور، وعلى الأساس اشتغلنا على هذا الموضوع وجربنا نعمل رابط بين الناحية التراثية والثقافية لهالمنطقة مع الناحية البيئية اللي هي كتير مهمة. رح نحكي عن أهمية نشاطاتكم طبعا نشاطات اس بي ان ال، بس خلينا نشوف كاميرا تلفزيون مستقبل وكاميرا عالم الصباح شو صورت من خلال الاحتفال والمشاريع اللي عم تقوموا بحضرتكم فيها. يا طير اللي هو عنوان هيدا الحدث هو مشروع بلشناه أول شيء ببيروت، أخذنا تقريبا 60 نوع طير من طيور المهاجرة والبتعشعش particularly بلبنان وحولناهن لعدة أنواع طيور فيك تتفاعلي معها تتعرفي عليها لنرجع نفوتها على حياة العالم ليعرفوا أنه هيدا الطير له اسم له شكل له لون له بيئة بيربى فيها. وعنجر هي من المناطق اللي كتير 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 أساسية بلبنان لهجرة الطيور. اليوم أطلقنا كبلدية بالتعاون مع الجمعيات غير الحكومية الجمعيات البيئية السياحة البيئية بعنجر، واليوم عملنا هذا النشاط بحما عنجر كون المنطقة عم اشتغل فيها صرنا شي 3 سنين على مفهوم الحما وعملنا كذا مشروع بموضوع الحما وكذا نشاط بهذا الشيء. وكان عندنا كمان إطلاق لمشروعين أساسيين اللي هو مشروع دعم الأساليب التقليدية لإدارة الموارد المائية، المشروع الثاني اللي هو مع الـ UN Women اللي هو كمان هدفه دعم دور المرأة بإدارة الحمى وهذه المواضيع. The west winds often last too long. The wind may calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the Kamani tree, waiting for the passing. استفدنا من هالفرصة وأعلنا عن استحداث السياحة البيئية واليوم عم نقطف ثمار هالتعاون. حبينا نركز على الناحية الطبيعية من عنجر وهيدا كان استكمال لمشروع بلشت فيه الجمعية قبل تقريبا بسنة، عملت مخطط للسياحة البيئية بعنجر. حطينا برا كيف تبني الطيور وأعشاشها على تاني ميلي كيف يبني الإنسان بيته، للواحد يشوف شوي الكونتراست قديش العصفور فعليا بيضلوا مع تناغم مع البيئة تبعه. وغير هذا الشيء كان عندنا المسار المجرى المائي اللي بيعرف عن نبع عنجر وين ببلش وكيف بيخلص بين الأراضي الزراعية، وفي عم نركز كمان كنا نسلط الضوء على نظام إدارة الماء للزراعة القديم اللي هو نظام قنوات موجود بالمنطقة من 70 سنة. عنجر أكيد هي معروفة كمان بمطعمها بالتراث تبعها بالأثار تبعولها، بس من ناحية تانية في شيء منه معروف كتير بعنجر هو السياحة البيئية، وهلأ بعنجر صار في عنا كمان مسارات اللي هي للمشي للدراجات.
كل هالمسارات اللي انعملوا، مسار الدراجات، المشي، المياه، تسموا بالإيجل تريل أو مسار النسر لسبب بسيط، لأن مدينة عنجر لما تصممت عيام الفرنسوية صمموها بشكل طير، بنشوفها هون وراي على الخارطة، وهون سميناه مسار النسر. كانوا يربطوا هون أو حمار أو بغل، يحطوا القمح جوا، كان يتفشى وتبرم بهالطريقة، وأول لما تكرش تصير تمشي وتروح وتضل ماشي. Echoed across the way. It's getting late. And it was just another night with the sunset and a moonrise not so far behind to give us just enough light to lay down. شمعقول فيكن ما تحبوا لبنان؟ فيكن ما تحبوا هالمناظر الحلوة؟ فيكن ما تأسفوا على كل شيء انتزع بهالطبيعة وما نحافظ عليها؟ بالفعل يعطيكم ألف عافية. يعني بدي أسألك سؤال كنت، ولكن أنه بيجاوب حاله بحاله، أهمية النشاطات اللي عم تقوم فيها SPNL، يعني إذا بدك تحكي لنا أنت من وجهة نظرك، ولكن نحن بنعرف شو أهميتها. أهميتها هي الحفاظ على هالحلا، الحفاظ على هالبيئة اللي هي فوق كل بيئة أي بلد تاني. مزبوط مزبوط. هو لبنان اصلا مثل ما انت قلت غني، وهذا الغنى الطبيعي فيه حبينا نركز عليه ونشتغل مع المجتمع المحلي تنوعيهم على قيمته. يعني حتى اهل المناطق ما بيعرفوا بعض الاحيان هن اهميه المناطق تبعهم، فمن خلال شغلنا في شيء توعوي اكيد كثير كبير، من خلال تسليط الضوء على الاهميه الطبيعيه والبيئيه عم نجرب نعمل هيدا الشيء، واكيد هذا عم بيصير على صعيد لوكال محلي وعلى صعيد دولي وعالمي وعلى صعيد لبنان. يعني انا بكره طالع ازور عيون السمك مش زايره بحياتي، يعني فتت على الانترنت لشوف شو عيون السمك، شفت جندي موجوده على الارض، لوحه فنيه مرسومه. انا بدي اتشكر اللي داعينا لنزور عيون السمك، نحن اكيب تلفزيون مستقبل طالعين بالفعل على هالمنطقه الجنه. حضرتكم عم تشتغلوا كثير على تفعيل دور المراه ضمن مشروع الحما، كيف عم بيتطبق هالموضوع على الارض؟ نحن اليوم اكشلي عندنا حدث بمنطقه كفر زبد عنجر كمان من خلال هذا المشروع، نعم، اللي هو تفعيل دور المراه مع هيئه الامم المتحده لدعم المراه. بتعرف المراه هي شق اساسي بالبيت وبالعائله، ويعني التفاعل الكبير هي بيصير مع المراه، نعم، بالنسبه لاي منطقه، فمشان هيك فكرنا انه تفعيلها بمواضيع الحما واداره الموارد الطبيعيه شيء كثير مهم، نعم، فمشان هيك نحن هذا المشروع اللي عم نشتغله مع اليو ان وومن هو مشروع على مدته 3 سنين، بيركز على دعم المراه من عده نواحي، من ناحيه الليدرشيب، دعم دوره باداره الطبيعه، ومن خلال كمان دعم الاساليب المعيشه تبعها، يمكن دعم، يمكن هي عندها تقنيات معينه، او هي يعني في عندنا نسوان بيمتازوا بحرفيات معينه، كمان دعم هالحرف وهالمواضيع وافكار جديده بالضبط. وعم جرب انه نربط بين هيدي الهوايات، بين هيدي الليدرشيب رول مع الطبيعه، وهيدا الشيء اللي عم جرب نشتغله بهيدا المشروع، يعني تفعيل دوره ودعمها من عده نواحي. وبهيدا المهرجان مثل ما شفتوا كان في عنا كورنر اساسيه للنسوان، فرجوا المونه تبعهم، فرجوا الحرف والتقاليد تبعهم. واليوم عنا هيدا الايفنت بمنطقه كفر زبد، كونه عم نشتغل بمنطقه عنجر كفر زبد، المنطقه المهمه للطيور، وهي الحما اصلا بلشت بمنطقه كفر زبد ورجعنا كملناها ووسعناها على عنجر، لنركز على دور المرأة وعلى أهمية المنطقة وعلى هذا اللينك بين المرأة والطبيعة مثل ما بنقول. داليا يعطيكم العافية. رح يصير شيء بأوتاوا بكندا، وأوتاوا بالتحديد رح بصير في يعني مهرجان حماية الطيور إلى آخره، وفي لكم دور كتير كبير، رح كمان يكافئوكم هناك على أعمالكم وجهودكم اللي قمتوا فيها، وبالتعاون مع تلفزيون مستقبل رح يصير في عرض لعدة أفلام. شو رح بصير بالتحديد؟ هلا هو بهيدا الحدث هو بيكون البيرد لايف كونغرس. البيرد لايف هو المجلس العالمي للطيور، هو شريك ل 107 دول بالعالم. جمعية حماية الطبيعة هي من الدول اللي هي شريكة لبيرد لايف انترناشونال. بيرد لايف هو بحط المعايير العالمية لحماية
الطبيعه والطيور بالعالم، وعلى اساسه بنعمل تصنيف الاي بي اي الامبورتنت بيرد اريا او المناطق المهمه للطيور، اللي هي جمعيه تعتبر من الجمعيات الرائده على هذا الموضوع على صعيد لبنان، وتم تصنيف حوالي 14 موقع للمهم للطيور من منطقه عنجر كفرزباد. هلا نحن حلو بهالنهار انه اخذنا جائزه كجمعيه على مفهوم نظام الحماه، يعني انعطى 20 جائزه، من هيدي الجائزه انعطت للجمعيه، حيتم تكريم الجمعيه على اهميه دورها ودور مفهوم الحماه بدعم الطبيعه واشراك المجتمعات المحليه، وحيكون هيدا الحدث في عده مواضيع بتركز على مواضيع بيئيه بتتعلق باداره المواقع الطبيعيه، اداره المواقع المهمه للطيور، مواضيع الصيد اللي نحن بنعرف هي من المشاكل الاساسيه، وتجربه لبنان بهالموضوع وشو عم نعمل بهيدي المواضيع، يعني عده مواضيع بيئيه بتركز على المشاكل البيئيه واداره المواقع ودور المجتمعات المحليه ونظام الحمى واهميته على صعيد لبنان وعلى صعيد العالم، لانه احنا عم نشتغل عليه مش بس بلبنان، حتى بالدول العربيه عندنا شيء اسمه حمى فاند هلا صار منطقه بقطر، وعم نشتغل على هذا المفهوم واعاده احيائه لاهميته مثل ما انا ذكرت. يعني بنعرف كثير منيح نحن انه توجهنا بده يكون وقت نعمل توعيه على البيئه للمجتمع ليكون واعي اكثر ولا يشارك معنا بشكل افضل، ولانه يمدوا يد العون، يعني حتى لو ما كانوا عم يشتغلوا ضمن جمعيه اسبيانا او جمعيات ثانيه خاصة بالبيئة، ولكن يكون في توعي، مش الكلينكس اللي نكبها من الشباك نوعا على هالموضوع. هل المجتمع عم يشارك معكم بهالموضوع وعم بيقبل موضوع البيئة وحمايتها عفوا وحمايتها؟ أكيد هيدا الشيء الحلو، يعني وقت العالم عم تفهم هيدا اللينك بين أسلوب حياتهم بين معيشتهم وبين الطبيعة، عم بيصير في تجاوب أكتر، ومن خلال التوعية اللي عم نعملها بالمنطقة ومن خلال مفهوم الحما عم نجرب نعمل هيدا اللينك، يعني اللي هو الحما هو أسلوب حياة، وهو بلش نظام قديم لإدارة المناطق لإدارة الحياة وأساليب الحياة، منها مثلا إدارة المناطق الرعوية، وهلأ عم نشتغل جديد بلشنا على حما بمنطقة جديدة الفاكهة مثلا براس بعلبك، اللي هي بتركز على إدارة الرعي مثلا لحماية الطبيعة. فمشان هيك الناس وقتها تعمل هيدا الربط وهيدا اللينك عم ترجع تفهم أهمية هيدا النظام كونه بيترسخ بجذورهم وبمفاهيمهم، فمشان هيك عم بيصير في أهمية أكتر واهتمام أكتر لهيدا الموضوع. نعم، شو إدارة الرعي يعني؟ يعني بيسكلي نحن بتعرف نحن عنا بلبنان عنا مشكلة الراعي الجائر. نعم. وهيدي مشكلة أساسية بالنسبة ل الراعي الجائر يعني العشوائي. العشوائي بالضبط، وهيدي مشكلة أساسية بحماية الطبيعة يعني بالنسبة للأشجار اللي بعدها جديدة وغيرها، فمشان هيك لازم ينعمل. بيقولوا إنه المعزية كمان ما بتاخذ للطربون من الراس يعني. بالضبط بالضبط، فمشان هيك وبتعرف أنت بلبنان بعد في مناطق ريفية بتعتمد على الراعي كمصدر أساسي للمعيشة، وكونه المناطق اللي هي موجودة للراعي صارت محدودة بلبنان. فمشان هيك عم بيصير في مشكلة أكتر بهيدا الموضوع، فمن خلال هيدا الموضوع عم نجرب هلأ بمنطقة راس بعلبك ننظم هيدا الموضوع، نأمن للعالم أنه يكملوا أسلوب معيشتهم بس بطريقة منظمة أكتر ومدارة أكتر مع الحفاظ على الطبيعة. تعرف يمكن أكتر مناطق هونيك بيلتقوا فيها الرعاة، يعني مناطق البقاع، مناطق زحلة، يعني هل يعني في أحراش كبيرة وفي سهول بيسهل فيها الرعي. المشاريع كون كتار، أنا بعرف يعني عندكم عدة مشاريع عم تشتغلوا عليها، ومش بس بلبنان، على نطاق العربي وعلى نطاق العالمي إن الله راد، يعني تواصلكم صار مع الكل واستفادة خبرات من برا. أنا بتمنى توفيق لأسبي أن أل هالجمعية اللي بالفعل ما عم تهدى. نحن بتلفزيون مستقبل وبعالم الصباح مش بس مكتفين بالحلو بلبنان، لنضوي على هالمواضيع هيدي ولنساعد ومد يد العون، ولازم إعلاميا يكون الموضوع كتير منتشر، وإنما رح يكون في عنا شهر كامل أو شهر وشوي كامل عن مواضيع البيئة بتوعية يوميا ضمن عالم الصباح. انتظرونا بعد ما يخلصوا إشارات مرور السير والسلامة العامة. أنا بدي أتشكرك داليا الجوهري، بنذكر أن حضرتك مسؤولة الحما، برنامج الحما بي اس بي ان ال، جمعية حماية الطبيعة، وبنشوفكم الارات كمان طبعا بمواقف تانية على دعمكم على الفولو اب تبعكم، واكيد نحن بنعزمكم كمان فريق تلفزيون مستقبل يطلع لعنا على عنجر كفرزابت نعرفكم على هالمنطقة المميزة كمان. شكرا شكرا لك. لحظات قليلة وبعدها بنعود للمتابعة، نحن وياكم مع مين؟ مع صديق عامر اينو واخبار جديدة.